التوحيد هو الأهم وهو الأصل وأصل الأصول، التجسيم ثم التشبيه والرؤية، فبثبوت الرؤية يثبت التشبيه والتجسيم. كل ذلك التجسيم والتشبيه والرؤية قد قال به القمي وأثبته بكل إصرار وصرح به، قال: أما الرد على من أنكر الرؤية. على أساس هذا التوحيد الأسطوري للقمي، صار القمي صحيح المذهب عند الخوئي ومراجع الشيعة سبحانه وتعالى عما يصفون. خاء، إضافة لتصريحه وإقراره بعقيدته الأسطورية التوحيد الأسطوري القمي، فإن القمي قد كشف بوضوح عن عقيدة ومذهب أبيه وشيخه وأصحابهم في التجسيم والتشبيه والرؤية والصورة والرب الشاب. لقد استدل مجسمة الشيعة بآية وحديث ثم رواية، وزاد عليهم القمي بأن جعلها ردا على من خالفهم وأنكر الرؤية. قال القمي: أما الرد على من أنكر الرؤية، أولا قوله تعالى: ما كذب الفؤاد ما رأى، أفتمارونه على ما يرى، ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى. ثانيا، للحديث الذي روي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رأى ربه في صورة شاب. ثالثا، قال الإمام الرضا عليه السلام إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما أسري به إلى السماء وبلغ عند سدرة المنتهى خرق له في الحجب مثل سم الإبرة، فرأى من نور العظمة ما شاء الله أن يرى. كيف صار القمي المجسم المشبه صحيح المذهب؟ لماذا صحح مراجع الشيعة مذهب التوحيد الأسطوري القمي؟ ذال: أفلا تتفكرون. في مقدمة التفسير وتحت أنظار الجميع قال القمي: الرد على من أنكر الرؤية. انتهى كلام القمي. إن المعنى واضح والإقرار صريح بالتوحيد الأسطوري في التجسيم والتشبيه والرؤية والصورة والرب الشاب. هذا هو مذهب القمي التوحيد الأسطوري القمي، وقد دونه وثبته بكل صراحة ووضوح في مقدمة تفسيره. نعم، لقد ثبته في المقدمة، فلا يخفى على الجاهل فضلا عن العالم. فلماذا صحح مراجع الشيعة مذهب القمي مذهب التوحيد الأسطوري وقالوا القمي صحيح المذهب؟ ضاد: أفلا تعقلون. قال القمي: حدثني أبي عن أحمد عن الإمام الرضا عليه السلام قال: يا أحمد، ما الخلاف بينكم وبين أصحاب هشام بن الحكم في التوحيد؟ فقلت: قلنا نحن بالصورة للحديث الذي روي إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رأى ربه في صورة شاب. انتهى كلام القمي. المعنى واضح، فبعد استثناء هشام وأصحابه فإن عموم أصحاب العلم عليهم السلام والشيعة على مذهب القمي مذهب التوحيد الأسطوري في الرب الشاب والصورة والرؤية والتشبيه والتجسيم. قال عز وجل: أفلا تتفكرون، أفلا تعقلون، أفلا تتذكرون، أفلا تذكرون، أفلا يرون، أفلا يؤمنون، أفلا تتقون. المهندس الصرخي الحسني.